أنا كنت واثقة أنه راح يوصل لسوريا، كنت عم بشوف أن سوريا عم تتأهب فعلياً لحتى تكسر طوق الصمت. اتفقنا أنه راح نعمل هالتظاهرة هاي أو المطالبة بالمعتقلين يوم الجمعة بساحة الجامع العمري. كلاتنا كنا رماديين بالحصن، وكثير ناس ثوريين كانوا رماديين. بكل خطوة حكايتها. يعني هي قضية واضحة محددة اللي عم تحكي عنها، أنت عم تحكي عن ناس معتقلين مسجونين بتظن أنه مسجونين ظلما. بعضها مضى إلى الموت، وبعضها إلى السجن، وأخرى نفيت. أنا لم أعلم بقتل ابني أسامة إلا من الراديو. عندما ودعت ابني نوار وكان آنذاك عمره حوالي 6 سنوات، يعني ودعته وداعا كنت أشعر أنني لن أراه بعد ذلك اليوم. لما بلشوا الشباب بدهم يرفعوا إيدهم لحتى يهتفوا هيك، يشعروا بالبدايات كأنه إيدهم مشلولة يعني. بس هتفنا مرة ما عاد في شيء سكتنا. عروة أخي هتاف صار في بعضه صمت بالمظاهرة. عاش أحفاد يوسف العظمة. لأن البداية هي نهاية مملكة الصمت، وهي الولادة التي تمنح الأرض فصول الحياة. يقول النذر: مو الخيانة العظمى أنك أنت تقول أنه والله راحت البلد، الخيانة العظمى تقول أنه ما عاد في شيء اسمه ثورة. حكاية ثورة النذر على تلفزيون سوريا.